مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حديث الأخبار. ستظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل لمصر وعلى رأس أولوياتها، انطلاقا من ثوابت أساسية عدة ما بين التاريخ والجغرافيا وروابط العروبة. كون مصر كانت ولا تزال وستظل قلب العروبة النابض، لذا تبذل بقيادتها السياسية جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة من دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد المنعطف الخطير الذي تشهده القضية الفلسطينية حاليا. وللحديث عن هذا الملف سيكون معنا العديد من الخبراء، سنسمع منهم رؤيتهم وتحليلاتهم حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بخلاف أخبارنا المهمة والمتعلقة بذات الشأن. تابعونا. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة. وقال الرئيس السيسي في تصريحات له إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال الرئيس السيسي إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. كما أكد الرئيس السيسي التواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، مؤكدا أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد. ولمزيد من النقاش حول دور مصر وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بك ومساء الخير على كل مشاهديك. مساء النور على حضرتك. مصر أكدت مرارا على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم يأتي من بوابة واحدة، وهو حل القضية الفلسطينية، بما تفسر الاتصالات المكثفة الأخيرة لعدد من قادة وزعماء العالم بالرئيس عبد الفتاح السيسي. دعنا في البداية أن نتحدث عن جملة مهمة ذكرها السيد الرئيس اليوم في تصريحاته، وهي أن لن نسمح كمصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لصالح أحد الأطراف. تأكيد. ودعنا هنا أن نؤكد على شيء مهم جدا، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية منذ 8 عقود. مصر هي الدولة المواجهة الأولى التي حملت هذه القضية على عاتقها وتكبدت الخسائر وقدمت الشهداء والضحايا، أكثر من 100,000 شهيد
في الجولات الأربعة في المواجهة مع إسرائيل. وبالتالي لا يستطيع أي أحد أن يزايد على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية. إضافة إلى ذلك وما أشار إليه السيد الرئيس بأنه مسؤول عن الأمن القومي المصري، وأن القضية الفلسطينية باختصار واضح هي صلب الأمن القومي المصري، لأنها دولة التهديد القائم منذ عقود طويلة. وبالتالي خضعنا إلى فكرة السلام واتجهنا إلى فكرة السلام، ولكن التهديد يمكن أن يمثل في أي وقت من الأوقات تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري. ولذلك فإن مصر لها مساعيها المباشرة في ذلك. لو نظرنا على مدى الساعات القليلة الماضية منذ الهجوم الذي قامت به حركة حماس وما تبعه من مواجهات إسرائيلية، سنجد أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من الاتصالات، ربما لاحظ ذلك من خلال اتصالات الخارجية المصرية، ترأس السيد الرئيس ووجوده في مركز المتابعة الاستراتيجي، متابعة الموقف بالكامل، اتصالاته المباشرة، كل ذلك يؤكد مدى قوة مصر كدولة إقليمية وهي بوابة المنطقة، وأنه لا تحريك في عملية السلام أو في القضية الفلسطينية إلا بوجود مصر بالدرجة الأولى. إذن كيف رصدت الدور المصري تجاه ما حدث سابقا من أحداث وما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ مصر تعتمد مبدأ حل الدولتين، وبالتالي كانت دائما مصر ما تحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي، لأن الاستيطان الإسرائيلي يشكل يعني يمثل إعادة تشكيل لغزة والقطاع، وهناك تهديد كبير في الشكل الديموغرافي للمنطقة من داخل غزة. ولذلك كانت دائما الدولة المصرية تحذر من مسألة الاستيطان، وأن على إسرائيل أن تتحمل نتيجة وجود هذه المستوطنات، لأن لو نظرنا إلى السبب الرئيسي هو الطغيان الإسرائيلي في مسألة عملية الاستيطان، وحتى أصبحت غزة مقتحمة على أهلها، لا يستطيع أهالي غزة أن يتحركون. ولا ما سمعنا عن مسألة غلاف غزة الذي يحيط بالقطاع بأكمله من مستوطنات إسرائيلية محتلة. ما هذا في حد ذاته هو نوع من الاستفزاز. لو أن إسرائيل والمجتمع الدولي قد استمع إلى النصائح المصرية، على فكرة منذ أكثر من 10 سنوات في مسألة الحديث عن عملية الاستيطان، ولكن التحديات التي شاهدها العالم ومن قبلها التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية في مسألة الاستقرار وإعادة بناء الدولة وتثبيت الدولة ومؤسساتها، كل ذلك مش هقول أنه أرجع القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية في صلب اهتمام القيادة السياسية المصرية، ولكن كانت هناك أولويات في التعامل. اليوم القضية الفلسطينية تعيد طرح نفسها مرة أخرى وبقوة على الطاولة. الآن العالم كله بما فيه أقطابه وبما فيه دول المنطقة يتحدثون عن التحديات التي تواجه المنطقة بعد التصعيد الإسرائيلي. والكل يجمع على أن إذن لماذا أستاذ شريف لماذا يصر الاحتلال الإسرائيلي على التعنت وزيادة التصعيد والعنف بدلا من اللجوء إلى التفاوض، وخاصة أن هناك كلمة سر أو مفتاح للحل دائما في مثل هذا التصعيد أو مثل هذه الأزمات المتكررة، وهو كلمة السر هي مصر والقيادة السياسية المصرية؟ أنا في رأيي أن الدولة الإسرائيلية كان أمامها تصرف واحد، وهو أن تحاول تهدئة الرأي العام الإسرائيلي، وأن تهدئة الرأي العام الإسرائيلي لن تكون إلا بهجوم كاسح، لأن ما حدث كان مفاجأة غير متوقعة تجاوزت نظرية الأمن وأجهزة الاستخبارات وغيرها.
إذن القيادة الإسرائيلية لم يكن أمامها سوى أنها تهدئ المجتمع الإسرائيلي، وتهدئة المجتمع الإسرائيلي تعني أن يقوم بعملية عسكرية. وأنا في رأيي أن ذلك لن يضعف موقف الفلسطينيين، بل بالعكس سيزيدهم إصرارا. وبالتالي لا حل أمام إسرائيل سوى التفاوض. بالطبع. والتفاوض بنية أن تكون هناك حل فعلا للقضية الفلسطينية. لأن بقاء الأمر لوقف التصعيد والعنف بين الجانبين. وستظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل والأولوية الأولى ومحور الاهتمام للسياسة الخارجية المصرية. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. تؤكد مصر حرصها التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية في إطار ثوابت الموقف المصري من القضية. يحكم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية عدد من المحددات الأساسية منذ عام 2014، وعلى رأسها إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي والتأكيد لحقوق الشعب الفلسطيني. لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك دكتور، مشرفنا عبر هذه المداخلة. أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا تعتبر القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للسياسة الخارجية المصرية ومحور الاهتمام؟ نعم، يعني هناك أمور كثيرة جدا يعني تجعل القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات الدولة المصرية عبر يعني كل المراحل، وتحديدا يعني خلال السنوات الأخيرة. أولا هناك اعتبارات تتعلق بالجغرافيا، يعني هناك عوامل تتعلق ب يعني خبرة الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا التصور الراسخ لدى الدولة المصرية بأنه لا يمكن تحقيق استقرار في منطقة الشرق الأوسط، بل ربما لا يمكن تحقيق استقرار في العالم بدون تسوية عادلة وتاريخية ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وجوهر هذه التسوية هو المرجعيات الأساسية المتوافق عليها دوليا، المبدأ الحل وفق مبدأ الدولتين، إقامة دولة فلسطين للشعب الفلسطيني، علاقات طبيعية بين يعني في المنطقة. وبالتالي هذا التصور مصر عبرت عنه في
كل المحافل الدولية، حتى في الأوقات التي لم يكن فيها توتر في العلاقات أو صدام أو عنف بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. مصر عبرت عن هذا التصور في كل المناسبات بأنه لا يمكن تحقيق هذا الاستقرار المنشود في المنطقة بدون تسوية تاريخية للقضية أو للصراع الفلسطيني. إذن ما هي الثوابت الحاكمة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أيضا؟ نعم، واحد من أهم هذه الثوابت هو أن تكون هناك دولة فلسطينية. المسألة الثانية أنه في وقت الأزمات أو في وقت التصاعد العنف أو موجات العنف بين الجانبين كان الدور المصري من أوائل الدول التي تتحرك لإقناع أو التدخل لدى الأطراف للعودة إلى الحالة الطبيعية. وكما نعلم الأزمة الحالية أو التصعيد الخطير الجاري ليس هو التصعيد الأول، يعني خلال السنوات الأخيرة شهدنا يعني موجات عديدة من التصعيد لأسباب كثيرة، منها أسباب لا تتعلق يعني على الجانب الفلسطيني، لكن هناك أسباب يعني تتعلق بالجانب الإسرائيلي أيضا. هناك صعود وتوجه شديد وخطير نحو اليمين وخاصة اليمين الديني داخل إسرائيل. هناك يعني ائتلافات هشة تسيطر على الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي تحول التصعيد ضد الجانب الفلسطيني وضد الفلسطينيين كجزء من يعني تصدير الأزمة الداخلية في إسرائيل إلى الخارج. في كل هذه الأزمات كان الحضور المصري قويا، سواء خلال التدخل لدى الأطراف المباشرة أو من خلال أيضا تقديم الدعم الإنساني والدعم بمختلف أشكاله للجانب للأشقاء الفلسطينيين. نعم، ما يحدث الآن بالأراضي الفلسطينية وصعوبة الحلول السياسية أو تجميد بعض مسارات التفاوض، إلى أين يصل بالمنطقة ككل؟ يعني هذا يعتبر يعني تحول خطير بأن تغيب لغة السلام، تغيب لغة الحوار. يعني مصر لديها نموذج في بناء السلام، ومصر دافعت عن هذه الفكرة، فكرة يعني السلام في المنطقة طوال العقود السابقة. الآن هناك تحولات خطيرة في الصراع تتعلق كما أشرت قبل ذلك بسيطرة اليمين الديني المتشدد داخل إسرائيل، وهذا اليمين يصادر على أي أفق لأي عملية سياسية. بالإضافة إلى ذلك يعني الحكومة الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد يعني اعتمدت مقاربات خطيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع الجانب الفلسطيني، منها مثلا معادلة أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا باقترابات أمنية أو باقترابات يعني عسكرية. هذه يعني مقاربة خطيرة لن تؤدي أو لم تؤدي بالفعل إلى تحقيق الاستقرار. وما نحن اليوم هو حصيلة تراكمات كثيرة من السياسات الإسرائيلية ضد الجانب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك يعني أيضا اعتماد سياسة الحصار، يعني كان كل هذا كان انحراف خطير عن مسار العملية السياسية التي نادت بها مصر في كل مرة، حتى عندما تحولت الأطراف إلى إدارة الصراع أو إلى الاعتماد سياسة الهدن. كل هذه الأمور كانت حالات استثنائية، كان لا يجب أن لا تأتي على حساب الأفق السياسي وعلى حساب عملية سياسية مستقرة تؤدي أو مستدامة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. يعني نأمل أن الأطراف جميعا تراجع كل هذه الأخطاء، ليس الجانب حال لا قدر الله دكتور المجتمع الدولي أيضا. نعم، لا قدر الله حال استمرار العنف والتصعيد بالأراضي المحتلة، ما تداعيات ذلك على الأمن الإقليمي؟ يعني طبعا سيكون هناك تداعيات خطيرة، لأن دوامة العنف أولا لا يمكن وقفها، وبالتالي هذا التصعيد الجاري بالتأكيد لن يكون هو التصعيد الأخير، لكن الأخطر أنه أن يحدث خلط في الأوراق في المنطقة. كما نعلم المنطقة بها هشاشة أمنية في ملفات كثيرة وعلى مستويات عدة، وهناك فاعلين كثر في المنطقة من الفاعلين غير الدول
يمكن أن يخلطوا الأوراق بشكل كبير، وبالتالي استمرار هذا التصعيد أو عدم خروج الأطراف من هذه الحالة والعودة إلى يعني صوت العقل، أعتقد أنه يمثل خطر كبير، لأنه المنطقة كما أشرت يعني تتسم أو تعاني من هشاشة أمنية كبيرة، وهناك فاعلين كثيرين قد يؤدوا إلى خلط الأوراق، يمكن أن فتح جبهات أخرى كثيرة، وبالتالي إذا استمرت هذا التصعيد وهذه الموجة الخطيرة يعني لا يمكن بالتأكيد أن يعني السيطرة عليها في لحظة ما، وقد تؤدي إلى يعني اتساعها بشكل خطير. فضلا عن ذلك هناك جرح يعني كبير يعني حدث بين السلطات الاحتلال وبين الفلسطينيين، وبالتالي معالجة هذا الجرح يعني سيأخذ وقتا وجهدا كبيرا، إذا افترضنا أنه توقفت هذه الحرب يعني غدا أو توقفت هذه الموجة الخطيرة من التصعيد غدا، فبالتأكيد سيكون هناك أو سنكون في حاجة إلى جهود دبلوماسية كبيرة حتى يمكن العودة إلى يعني مسار العملية السياسية. هل نحن بصدد أزمة طويلة الأمد، خاصة أن حملت طائرات أمريكية في طريقها للمنطقة لدعم دولة الاحتلال؟ يعني أعتقد حملت الطائرات يعني ليس بالضرورة أن تكون جزء من هذه المواجهات، هي بالتأكيد أو في رأيي أنها جزء من سياسة ردع أمريكية لبعض الأطراف أن تدخل في هذا الصراع، لكن بالتأكيد طبعا يعني إطالة أمد هذا الصراع سيكون له تداعيات كبيرة، لأنه كما أشرت قبل ذلك ربما أطراف تسعى إلى الاستفادة من هذا التصعيد من خلال خلط الأوراق أو من خلال السعي إلى تحقيق مكاسب أخرى تتجاوز حتى القضية الفلسطينية أو دعم الأشقاء الفلسطينيين. نعم، مصر كانت ولا تزال تدعم وتساند القضية الفلسطينية، أبرز أشكال هذا الدعم دكتور محمد والدور التاريخي لمصر على مر عقود في أو تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ طبعا أشكال الدعم عديدة، منها أولا الدعم السياسي يعني ضمان يعني في مراحل عندما كان هناك إهمال كبير للقضية الفلسطينية، وعندما غاب الحديث عن القضية الفلسطينية كانت دائما مصر حريصة على يعني بقاء هذه القضية حية وموجودة على أجندة المجتمع الدولي. ويمكن هنا أن نعود إلى كلمات السيد الرئيس على سبيل المثال في المحافل الدولية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القمم التي عقدت مع قوى دولية عدة بما فيها القمم العربية الأمريكية وغيرها، أيضا ضمان أن تكون القضية الفلسطينية بندا أصيلا ومستقرا على أجندة اجتماعات جامعة الدول العربية. فبالتالي الدعم السياسي كان حاضرا بقوة من جانب مصر للقضية الفلسطينية، وهذا الدعم كان أكثر يعني أهمية عندما كان يغيب دائما الحديث عن القضية الفلسطينية. ربط أيضا التسوية العادلة للقضية الفلسطينية بملفات أخرى، يعني كان مصر دافعة بشكل كبير عن أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في الإقليم بدون تسوية للقضية الفلسطينية. كان كل هذا يعني الأشكال مختلفة من الدعم السياسي، لكن مستوى آخر للدعم هو الدعم الإنساني، يعني طبعا. مصر ساهمت في والإغاثي والطبي وغيره الإغاثي وغيره من الأشكال، لكن أيضا فيما يتعلق بالدور الذي لعبته مصر في مساعدة أطراف الصراع في الوصول إلى وقف الإطلاق النار أو التحقيق هدن، في عندما كان تشهد المنطقة يعني موجات من الأزمات أو التصعيد المتبادل بين الفلسطينيين وسلطات سلطة الاحتلال. دائما الدور المصري كان حاضرا بقوة، كان مبادرا بمساعدة الأطراف على الوصول إلى هدنة أو الخروج من حالة الأزمة والصدام. صحيح أن طموح مصر كان أكثر من ذلك، يعني بأن تكون هناك عملية سلام أو أن يكون هناك وتسوية يعني كاملة للقضية،
لكن يعني في ظل يعني وجود يعني المناخ دولي ومناخ إقليمي وعوامل تتعلق بالداخل الإسرائيلي، تراجع الحديث عن أفق التسوية أو أفق لعملية سلام حقيقية. لكن في ظل هذا الغياب كانت مصر على الأقل تلعب الدور المهم فيما يتعلق بعمل بناء هدن أو إنهاء موجات التصعيد المتبادل في بعض الكثير من المناسبات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. نتابع مع حضراتكم المزيد في العرض التالي. عدنا إلى حضراتكم من جديد مشاهدي الكرام، وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بحضرتك دكتور وشرفتنا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هل نحن بصدد أزمة طويلة الأمد أم أن هناك مخططات لا نعلمها للاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة؟ والله جميع السيناريوهات حتى اللحظة لا تزال ممكنة. زي ما حضرتك شايف ومتابع دلوقتي، الأزمة في تصاعد مستمر. الجيش الإسرائيلي يهاجم قطاع غزة والسكان المحليين والمدنيين، وحصيلة القتلى والمصابين مرشحة للتزايد. وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية بترسل عتاد عسكري متزايد وعلى مدار الساعة إلى إسرائيل. وفي الوقت نفسه أيضا هناك بعض القوى الإقليمية المرشحة للانخراط في الأزمة خلال الأيام المقبلة إذا ما تصاعدت حدتها واستمرت هذه المواجهة. بهذه المناسبة، تأثير الموقف الغربي وإعلان مراجعة المساعدة لفلسطين الشقيقة؟ الموقف الغربي أعتقد أنه يعني لا يزال يعني غير واضح حتى اللحظة، لم يتخذ موقف حاسم اتجاه هذه الأزمة المتصاعدة. ولكن المساعدات في الوقت الحالي أعتقد أنها من الصعب أنها تصل إلى قطاع غزة وإلى الفلسطينيين. أعتقد أن بعض المسؤولين الإسرائيليين قد صرحوا خلال الساعات الماضية أو هددوا بضرب يعني أي مساعدات أو شاحنات تحمل مساعدات تدخل إلى قطاع غزة. نعم. أستاذ علي، حل استمرار العنف بالأراضي المحتلة الفلسطينية، ما تداعيات المحتملة أو المتوقعة على الأمن والاستقرار الإقليميين؟
أعتقد أن يعني جميع السيناريوهات كما تمت الإشارة مرشحة للحدوث. على سبيل المثال هناك أيضا بعض الجماعات الأخرى غير حماس في المنطقة مرشحة أن هي زي مثل حزب الله وكذا، يمكن أن خلال الأيام المقبلة نشهد انخراط لي في هذه الأزمة، خاصة أن الولايات المتحدة أرسلت دعم عسكري لإسرائيل. وأعتقد أن أيضا ليس ببعيد يعني حدوث اشتباك ما أو من نوع ما وحدوث انخراط أيضا إيراني غير مباشر في هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة إذا ما توسعت دائرة المعارك والمواجهات ودخلت الولايات المتحدة أو بعض القوى الأخرى على خط المواجهة. يعني جميع السيناريوهات حتى الآن لا تزال ممكنة، ولكن أيضا على الجانب الآخر هناك يعني سيناريوهات التهدئة. مصر في الوقت الحالي تقوم بجهود على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لتهدئة الأوضاع في غزة وإيقاف التصعيد وحقن دماء الفلسطينيين. تقوم باتصالات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وبمناسبة هذا الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمساندة والدعم، القواعد أو الثوابت الحاكمة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ مصر يعني كما تعلم حضرتك تنطلق دائما منذ يعني عقود باتجاه دعم الدولة الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية طبقا لخريطة حل الدولتين. مصر ويعني في هذا الصدد تقوم بدعم هذه الخطة عبر المحافل الدولية سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي، ولكن بالطبع يعني مصر قبل ذلك تقوم بجهود يعني توحيد محاولة توحيد صفوف الفلسطينيين في الداخل سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي، يعني مما يؤهل إنشاء دولة فلسطينية. ولكن يعني في الوقت نفسه في الأوضاع الراهنة يعني مصر ترفض بشكل واضح وصريح يعني بعض المخططات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو خارج حدود غزة. أعتقد أن يعني مصر علمت يعني مصر ترفض بشكل قاطع هذه المخططات. نعم، وبالطبع حتى أهل قطاع غزة يرفضوا هذا الأمر، وهناك إجماع شعبي على رفض هذا الأمر بتاتا وعدم التخلي عن الأرض مهما حدث. بالطبع يعني هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي أن يعني هذه المخططات ترمي بالأساس إلى إفراغ القضية الفلسطينية وإنهائها إلى الأبد. وأعتقد يعني الفلسطينيين أو جميع الشعوب العربية لا تقبل بتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وهذا هو الهدف المصري أيضا، عدم إنهاء القضية الفلسطينية أو تفريغها من مضمونها وإنهائها إلى الأبد. ولن يرضى أحد أن يترك أرضه مهما حدث. أستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، بشكرك شكرا جزيلا. يواجه سكان غزة الذين تعرضوا لوابل من الغارات الإسرائيلية ظروفا صعبة وقاسية عقب تضرر منازلهم ومساكنهم. المزيد نتابعه وإياكم في سياق هذا التقرير. لم يجلب الليل هدوءا وسكينة لأهل قطاع غزة، فلم يحل الظلام على سكان القطاع، بل وابل من القصف الإسرائيلي والانفجارات التي حولت السماء إلى نهار ونار، حيث صارت المباني في غضون دقائق إلى كتل من الركام. أهل غزة الذين تعرضوا لوابل من الغارات الإسرائيلية في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة من مواجهات عنيفة، عادوا في الصباح لأحيائهم وشوارعهم ليجدوا مساكنهم متساوية مع الأرض وكأنها لم تكن. سكان القطاع وصفوا ما حدث لهم بالدمار الكامل، حيث صارت مساكنهم التي تحتوي على 150 شخصاً غير قابلة للعيش بعد تدميرها، ما اضطرهم للجوء إلى بيوت أقاربهم للاحتماء فيها. اللي صار عندنا فيه دمار شامل، احنا عائلة البواب، عندنا تقريباً حوالي 150 نفر في العمر هذه، في دار عمي، في دار أختي، في دار عمي التانيين، في إخوتي، خمس شباب، كل واحد له بيت، كله تدمر كامل، ما يصلح للسكن كليا، دمار شامل يعني في المنطقة، وكلهم تشردوا، قاعدين عند قرايبنا وعند أصحابنا وعند الناس هالمعارف الحبايب.
أهل غزة الذين شعروا بالذعر جراء قصف الاحتلال أعربوا عن شعورهم بالأسى نتيجة لأصوات الرعب الناجمة عن الانفجارات الإسرائيلية التي ضربت دون أي إنذار أولي ودون إخبار أي شخص، ما أدخل الخوف في قلوب كبار السن والأطفال والنساء. في هذا المسجد كنا في أمان الله عز وجل، صلينا العشاء بالأمس فيه، ثم فجأة قصف هذا المسجد دون سابق إنذار ودون إخبار أحد من الجيران، روعوا الأطفال، روعوا الشيوخ، روعوا النساء كبار السن. مسؤولو الصحة الفلسطينيين أفادوا باستشهاد عدد من الأطفال بين مئات الأشخاص الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدين إصابة آلاف الآخرين، بينما لا تزال الطواقم الطبية تعمل بكل طاقتها لإنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة بعد تفعيل حالات الطوارئ لدى المستشفيات والعمل بإجراءات الطاقة القصوى في كافة المرافق الصحية الفلسطينية. صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. وقالت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. وحذرت المصادر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء. هو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الفلسطيني الشعبي المتمسك بحقه وبأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة. واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد جمعة. أهلا بحضرتك فندم، مشرفنا عبر هذه المداخلة. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المشاهدين. ما الذي يجب على المجتمع الدولي الآن لحلحلة الأزمة الفلسطينية وحلها ووقف التصعيد والعنف؟ طبعا بالتأكيد، بعد التحية لحضرتك والمشاهدين الكرام، يجب أن يعمل المجتمع الدولي وفق الرؤية المصرية الأردنية التي تتحرك القاهرة وعمان في إطارها خلال الساعات الماضية لوقف إطلاق النار، إقرار هدنة حتى لو كانت هذه الهدنة مؤقتة، هدنة إنسانية تفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة، عدم الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي، الانحياز الأعمى الذي تجلى فيه البيان الأوروبي المشترك بالانحياز الكامل إلى إسرائيل، وعدم النظر أو الالتفات إلى الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني، يكشف زيف المصطلحات والمفردات التي تستخدمها هذه الدول في حق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل استقلالها. وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته التي تتمثل في ضرورة دعم التحركات المصرية لوقف العدوان على قطاع غزة، العودة إلى التهدئة التي أقرتها القاهرة عدة مرات في قطاع غزة بعد الوساطة بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والأهم الدفع نحو تقديم المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية إلى قطاع غزة في ظل نزوح أكثر من 80,000 مواطن فلسطيني بعد تدمير بيوتهم بواسطة الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تواصل القصف وتستخدم أسلحة محرمة دولياً في استهداف المدنيين.
نعم، خطورة التصعيد والعنف المتكرر الذي نراه على الشاشة الآن صباح مساء في قطاع غزة وفي كل الأراضي المحتلة. العنف يولد العنف من أي طرف، لن يستطيع أي طرف حسم هذه المعركة بالقوة. الأمر يمكن حله من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات، من خلال تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ما دعت إليه القاهرة في عدة مناسبات، من خلال مسار ميونخ الذي تعد مصر يعني طرفا رئيسيا في هذا المسار، الذي يدعو إلى ضرورة ممارسة الدول الأوروبية ضغوطات كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات. هذا المسار الذي يضم فرنسا والأردن بالإضافة إلى مصر وألمانيا تحرك بشكل كبير وحذر من تداعيات وخيمة يمكن أن تحدث في ظل الانسداد السياسي وعدم وجود أفق لمستقبل وحياة كريمة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين تم حصارهم منذ 16 عاما من قبل الجانب الإسرائيلي. أكثر من 70% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، لا تتوافر مياه نظيفة للشرب، بنية تحتية منهارة للغاية. كل هذا يعني كان سببا، يعيشون في داخل القطاع من دون ماء أو كهرباء وتقطع عنهم التغذية. الكهرباء 4 ساعات فقط، الجدول الذي يقر في القطاع 4 ساعات فقط كهرباء. عدم وجود مياه نظيفة، الصرف الصحي في إسرائيل يتم التخلص منه في قطاع غزة. يعني هذه كارثة بيئية أخرى فضلا عن المشكلات الداخلية بين فصائل فلسطينية، الانقسام، وهو الملف الذي عملت عليه القاهرة خلال السنوات الماضية منذ العام 2005 لتوحيد صفوف الفلسطينيين. نجحت القاهرة في إقناع الأطراف الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق مصالحة في مايو عام 2011 وملحق هذا الاتفاق في أكتوبر عام 2017. كل هذه التحركات تأتي في ضوء الرؤية المصرية الداعمة لحقوق المشروع لأبناء الشعب الفلسطيني المطالبين بالاتفاق على رؤية وطنية سياسية متفق عليها حول سبل حل الأزمة والدفع نحو مشروع وطني فلسطيني بعيدا عن أي مصالح حزبية أو فصائلية. نعم، لمصر دور تاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة لا تتغير، كيف تشرح لنا هذا الدور المبني على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة التي لا تنازل عنها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؟ يعني في البداية مصر قدمت حوالي 100,000 شهيد من أجل القضية الفلسطينية، دعمت مصر فلسطين في عدة مناسبات، دخلت مصر حروب دعم للقضية الفلسطينية، تتحرك مصر في عدد من الملفات الرئيسية، ملف المصالحة، ملف تبادل الأسرى، ملف التهدئة، ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني. هذه هي المحاور الرئيسية التي تتحرك في فلكها الدولة المصرية لتعزيز أبناء الشعب الفلسطيني، تعزيز صمود الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة، عدم التدخل في شؤون الفلسطينيين وعدم فرض إملاءات كما تسعى أطراف خارجية بعينها، بل تدفع القاهرة نحو تهيئة المناخ اللازم لاجتماعات الفصائل الفلسطينية للخروج برؤية متفق عليها. وكان آخر هذه التحركات قمة العلمين التي استضافتها مصر خلال الأسابيع الماضية، التي كانت تدفع نحو اتفاق الفلسطينيين أو بلورة مشروع وطني فلسطيني متفق عليه يمكن أن يكون أرضية يتم الانطلاق منها إلى مساعدة الفلسطينيين في تفعيل عملية السلام، لأن إسرائيل تتحجج وتتذرع بأن الفلسطينيين منقسمين، هي ترفض التفاوض مع بعض الفصائل الفلسطينية، فتقول أن أتفاوض مع من من الفصائل الفلسطينية وهم مقسمون ومشتتون، يجب توحيد صفوفهم. وهنا أسأل حضرتك، كيف تقرأ السيناريوهات القادمة في ظل التعنت الإسرائيلي والتصعيد من وتيرة العنف في قطاع غزة، رغم أن مصر أكدت مرارا على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم أجمع يأتي من بوابة واحدة وهو حل القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد، يعني أنا أرى خلال الفترة المقبلة ستصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية عقب وصول التعزيزات الأمريكية، هذه التعزيزات التي ستصل إلى منطقة المتوسط لتحقيق عملية الردع وتحييد حزب الله وأي أطراف أخرى عن الانخراط في المعركة. هذا المسار الأول. المسار الثاني، ستواصل إسرائيل القصف الجوي والمدفعي الهستيري والمكثف تمهيدا لدخول بري محدود يتم في شمال قطاع غزة، يمكن أن
تدخل القوات إلى حي الشجاعية أو أحياء أخرى، وذلك لتقول إسرائيل أننا حققنا نصرا على الأرض يمكن من خلاله التفاوض والجلوس مع الفصائل الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية يعني لديها أكثر من 200 أسير إسرائيلي ما بين جندي في جيش الاحتلال وشرطي وعدد من المستوطنين، وهي تريد التفاوض بهم لتبييض السجون الإسرائيلية وإخراج أكثر من 8500 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية. إسرائيل ترفض هذا الأمر، إسرائيل ترفض الإقرار بالهزيمة. لك أن تعلم عزيزي في عام 2008 2012 2014 2021 أربع حروب خاضتهم الفصائل مع إسرائيل، قتل 117 إسرائيلي، في المقابل الآن العدد 10 أضعاف هذا العدد في يوم واحد فقط وهو يوم السبت الماضي، أكثر من 1000 قتيل إسرائيلي، وهي فضيحة كبيرة لجيش الاحتلال يحاول أن يجمل وجهه بتصعيد أكبر وعنف أكبر كي يقول أنني انتصرت في نهاية المعركة وحققت ما أريد. لكن إسرائيل هشة للغاية، تعاني من أوضاع داخلية صعبة، صراع سياسي، انهيار اقتصادي، وسيكون لهذا العدوان الإسرائيلي تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وسيعاني. وباتت واضحة على الاقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذن لا بديل إلا المفاوضات والجلوس على طاولة واحدة للاستماع، وسيكون دوما ودائما مفتاح الحل بيد مصر، لأنها دولة لا ترغب سوى السلام والاستقرار والأمن يعم في سائر البلاد وفي هذه المنطقة المتأججة، منطقة الشرق الأوسط. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أحمد جمعة، شكرا جزيلا لحضرتك، ونلتقي مع حضراتكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة إن شاء الله من حديث الأخبار. ولكن ستظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل والهم الأكبر لمصر وعلى رأس أولوياتها دائما، انطلاقا من ثوابت أساسية ما بين التاريخ والجغرافيا وروابط العروبة. مصر هي الأمن والملاذ، أمنك يا مصر عقيدة ورسالة، حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وشرطتها، وحافظ يا رب العالمين على فلسطين وأهلها إن شاء الله، وإن شاء الله نصل إلى حل قريب بإذن الله عن طريق السلام والتفاوض. شكرا جزيلا لحضراتكم.